الو، ايوه ايوه تفضلي. انت الان من الطلاب المعتصمين في جامعه النيل. اذا سمحت فقط نريد ان نعرف اسمك حتى نستطيع ان نتواصل معك في اطار هذه التغطيه بما يحدث في جامعه النيل ومطالبكم وظروف الاعتصام الان. اوكي، انا اسمي ميرنا الزيني. احنا بقى لنا 21 يوم معتصمين هنا عشان المبنى مبنى جامعه النيل، وهي كانت اصلا يعني احنا اللي مدخلين المعامل بتاعتنا جوه ودي فلوسنا اللي جوه. بعد كده بعد الثوره عايزين يتحول لصندوق تطوير التعليم وعايزين يدوا له زويل، وده المفروض مبنانا. احنا بقى لنا 21 يوم معتصمين هنا ومحدش بيعبرنا، ويوم النهارده جم يعبرونا، قاموا جم قالوا نفضل الاعتصام، ومعاهم يعني ثلاث جذب اصلا، يعني مش معاهم حاجه قانونيه اللي هم يفضلوا الاعتصام. قفلوا لنا بالامن المركزي وجابوا بلطجيه، خدوا خمسه من عندنا ضربوهم ودخلوهم جوه البوكس وخدوهم مش عارفين ودوهم فين. من الذي أحضر البلطجية إلى الجامعة؟ نعم، من الذي أحضر البلطجية إلى الجامعة؟ هما جم مع الامن المركزي، ما نعرفش مين دول، جايين مع الامن المركزي ضربوا الولاد عندنا وخدوهم. نعم. هذا كان منذ متى غدا؟ ده من حوالي نص ساعة بالظبط، نصف ولسه ساعة. يعني احنا طلعونا وحابسين بقية الناس جوه، ان مرض يعني بيعرفوا اللي يعرفوا يضربوه ياخدوه على البوكس بياخدوه، اللي بنعرف نطلع يعني في ناس تعرف تطلع وفي ناس بياخدوه على البوكس، وفعلا مش عارفين بيودوهم فين. طيب، يعني الآن أنتم معظمكم كما نشاهد في هذه الصورة أنتم متواجدون خارج أسوار الجامعة، هل هذا صحيح؟ احنا الاغلبيه دلوقتي خارج اسوار الجامعه عشان هم طلعونا، واللي جوه مش عايزين يطلعوا. احنا اصلا المظاهره سنيه من اولها، واللي جوه نايمين، هم بياخدوهم يضربوهم، هم قاعدين على الارض ما بيعملوش اي حاجه، بياخدوهم يضربوهم يطلعوهم بره وياخدوهم على او على البوكس، مش عارفين بيودوهم. لكن لحد دلوقتي في حبه من الناس لسه جوه بيحاولوا يطلعوهم لسه، كل يعني شويه في بيضربوا فيهم. إذا الحديث الدائر حول أنهم سيفضون هذا الاعتصام بالقوة هو يجري الآن على قدم وساق. نعم. طيب، ما طرح من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لحل هذه الأزمة هو السماح لجامعة النيل باستخدام مباني ومعامل المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر. هل هذا الحل أو هذه البدائل التي طرحت قد ترضيكم وتشكل انفراجة لهذه الأزمة؟ هي الحل ده مش منطقي ابدا. اولا المباني دي مش مجهزه خالص اللي هي تبقى جامعه. ثاني حاجه الارض دي ارضنا واحنا دافعين فيها فلوس، ما ينفعش يقولوا لنا عشان زويل يعمل، ما زويل هو يروح هناك، احنا مالنا؟ احنا جامعه زويل ما دفعتش حاجه في المباني دي، دي مبانينا ودي اراضينا واحنا هندخل جوه، احنا مالناش دعوه. هو عشان هو بيقول احنا يا هدخل هنا يا بلاش، يبقى هم يدخلوه عشان هو حد مهم في البلد يعني؟ لا، ما فيش حد فوق القانون، الارض دي ارضنا. طب أنتم لأنكم دفعتم مصروفات عام ترفضون الخروج من هذه الجامعة والانتقال إلى مكان آخر؟ نعم، مش سامع، مش يعني سامع. أنت كما تتحدثين تقولين أنكم دفعتم المصروفات، هل مصروفات عام هي التي دفعتموها تبرر عدم خروجكم من هذا المبنى إلى مبنى آخر؟ ألو، أيوه. لا، احنا اللي حصل بس مش سامع شويه، معلش. بس احنا الارض دي احنا دفعنا المعامل، احنا بنينا جوه المعامل وبنينا كل حاجه والمباني، ودي حد يعني فلوس كانت بتاعت جامعه النيل، ما ينفعش يوم جايين بعد الثوره واخدينها مننا ويدوها للزويل بس كده، ومن غير اي، والقضيه لحد دلوقتي ما اتحكمش فيها، ازاي طلعونا من جوه بقى وازاي هو دخل جوه اصلا؟ أشكرك. المفروض لو في قضيه يبقى لا احنا ولا هم يدخلوا. أشكرك شكرا جزيلا الطالبة غادة حسين المعتصمة ضمن المعتصمين من طلاب جامعة النيل بمقر مدينة زويل للعلوم. مشاهدينا الكرام، هذه الصور الحية التي تشاهدونها الآن تأتيكم من مقر جامعة النيل، حيث نشاهد اعتصام عدد من الطلاب داخل مقر الجامعة، أو بالأحرى تم إخراجهم من داخل مقر الجامعة إلى خارجها الآن. نترككم مشاهدينا الكرام مع هذه الصور المباشرة والحية.